بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. متوقع كمان سقوط لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفي كمان نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو النهاردة. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه. تدريجيا هنبدا نتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه اللي هيكون معها ارتفاعات طفيفه جدا في قيم درجات الحراره خلال فترات النهار في معظم الانحاء. كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، وخاصه في المحافظات الداخليه درجات الحراره تعتبر اعلى من المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجة لدرجتين. عظمى على القاهرة الكبرى اليوم هتكون 21 درجة مئوية، فبالتالي طقس شتوي ومشمس مائل للدفء على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. دافي بشكل كبير في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار، وبيكون كمان تحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون بشكل كبير ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة كمان المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي شمال الصعيد ووسط سيناء، الأماكن المفتوحة، المدن الجديدة. وفي فرق درجات حرارة بين فترة النهار وفترة الليل كبير ومحسوس، لأن احنا فترة النهار بنحس بالدفء بشكل كبير، فترات الليل بنحس بالبرودة بشكل كبير. كمان اليوم فرص الأمطار هتقل عن أمس وتكون أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وبعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري، كمان أمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. لكن مجمل أمطار اليوم في كافة المناطق هي أمطار خفيفة، مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة من اليوم. بالإضافة كمان الشبورة المائية يمكن اليوم كثافتها قلت عن الأيام الماضية، لكن ظلت الشبورة المائية ظاهرة جوية بتأثر فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني بكتير ساعة كمان والشبورة المائية هتتلاشى تماما من على أغلب الطرق، ويكون في تحسن في الرؤية الأفقية بشكل كبير. لكن هننوه على بكرة وبعده ان هيكون في الشبوره المائيه توصل لحد الضباب في بعض الاماكن، فلازم هناخد بالنا من الشبوره المائيه لانها ظاهره جويه مؤثره معانا على الاقل في ال 72 ساعه اللي جايه. بالاضافه كمان استمرار درجات حراره اعلى من المعدلات، ويمكن مع يوم السبت ان شاء الله بكره تكون فيها ارتفاعات طفيفه كمان في قيم درجات الحراره. هل في نشاط للرياح يا فندم؟ نشاط رياح اليوم هيبقى موجود في بعض الأماكن فقط من جنوب سيناء، يعني غير محسوس تماما في أي منطقة من مناطق الجمهورية، فقط أماكن من جنوب سيناء هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة مع فترات المساء في جنوب سيناء فقط. باقي مناطق الجمهورية فيها اعتدال بشكل كبير في سرعات الرياح، ويمكن ده بدوره هيدي مردود حلو كمان على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، هيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية البحر الأحمر والبحر المتوسط. طيب بتنشط فيها الرياح وسرعة الرياح، هل هي محملة برمال وأتربة؟ لا، غير محملة بأي أتربة ورمال مسارة الحمد لله، فقط هتخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. هي بصفة عامة الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، ما كانش أغلب المحافظات فيها استقرار تام في الأحوال الجوية، ما فيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية. نقدر نستمتع بفترة الأجازة وفترة الأعياد، بس هنخلي بالنا من نوعية الملابس
وفرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، بلاشنا نخدع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار، ونغير نوعية الملابس بشكل كبير، نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخر. وطبعا خلال الأيام اللي جاية بشكل كبير لازم ناخد بالنا من الشبورة المائية لأنها قد تصل لحد الضباب في بعض الأماكن، فالصبح واحنا سايقين على الطريق لازم القيادة بهدوء تام ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، طبعا نتبع كافة تعليمات المرور. ومهم كمان ان احنا في الفترة دي لازم نتابع النشرات الجوية، لان فصل الشتاء دايما بيحصل فيه تغيرات في حالة الجو زي الفصول الاخرى الربيع والخريف، فلازم نتابع النشرة الجوية بصورة يومية. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21 12، اسكندرية 21 11، العلمين 20 10، مطروح 20 11، دمياط 21 13، بورسعيد 21 11، الإسماعيلية 22 12، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 11، العريش 21 10، كاترين 15 5، طابة 22 13، حلايب 25 19، شلاتين 26 18، شرم الشيخ 24 16، الغردقة 24 16، الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 13، بني سويف 22 12، الوادي الجديد 23 10، أسيوط 23 8، سوهاج 22 9، وقنا 24 10، الأقصر 24 10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 25 والصغرى 11. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. أشكرك شكرا جزيلا يا لميا.